استاذ دكتور يسري رستم، استاذ علاج الاورام والطب النووي، كليه الطب جامعه اسكندريه. زي ما حضراتكم عارفين، الكشف المبكر عن اورام الثدي ليه اهميه كبيره جدا. الكشف المبكر عن اورام الثدي بيتضمن ان الفتاه من سن البلوغ تبتدي تلاحظ اي تغيرات في الثدي، ان هي بعد حدوث الدوره بتاخد الدش بتاعها وبعد كده بتقف قدام المرايه بتشوف اي تغيرات في الثدي وبتعمل بعض الفحوصات بايديها بحيث ان هي تقدر تعرف هل في اي حاجه غريبه في الثدي ولا لا. زائد ان من سن 35 سنة للسيدات اللي هي عندها تاريخ وراثي بتبتدي السيدة تعمل الماموجرام او الاشعة الثدي والموجات الصوتية لاكتشاف اي اورام في الثدي. بالنسبة للسيدات اللي ما عندهاش تاريخ وراثي من سن 40 سنة بتعمل كشف دوري عن سرطان الثدي بالكشف الاكلينيكي، زائد ان تعمل موجات صوتية وماموجرام او اشعة الثدي سنويا. ايه بقى أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي؟ الكشف المبكر عن أورام الثدي بيؤدي إلى العلاج المبكر لأورام الثدي مع نتيجة يعني رائعة جدا قد تصل إلى 99% نسبة الشفاء فيها. لو قلنا إيه الفرق ما بين إن المريض ده تيجي بسرطان ثدي مبكر أو تيجي في مراحل متأخرة، إن في المراحل المبدئية زي في المراحل المبكرة زي ما إحنا قلنا نسبة الشفاء تصل إلى 99%، في المراحل المتأخرة نسبة الشفاء لا تتعدى الـ 20%، وفي بعض الأحيان حتى المريض ما بيقدرش يكمل سنتين لخمس سنين معدلات حياة. مهم جدا 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 ان احنا نقول ان الكشف المبكر عن سرطان الثدي ده قلل الوفيات وحسن نتائج علاج سرطان الثدي بصفة ملحوظة. الان طبعا مع وجود الوسائل الحديثة للتشخيص والعلاج ده ادى الى ان تحسن اكثر واكثر في نسب الشفاء ونسب التشخيص، ولذلك نحن كاطباء أورام متخصصين ننصح كل السيدات باتباع الإرشادات الدولية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأشكركم جدا.